بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان مرضات اسبوع الالام. احنا كنا السنه اللي فاتت اخذنا لحن كيبرتو، وهتلاقوا فيه 4 حصص لتسليم اللحن وحصه للتركيب المزمور. والاسبوع اللي فات كملنا وبدانا جديد في الحان اسبوع الالام، واخذنا الاسبوع اللي فات سوكتة تيجوم اللي بتتقال خلال أسبوع الآلام بالكامل. النهاردة برضو هنكمل الصلوات المتكررة في أسبوع الآلام. من ضمن الصلوات المتكررة كده زي سوكتة تيجوم عندنا حاجة، يعني الصلوات المتكررة عندنا زي سوكتة تيجوم ولحن كئبرتو، عندنا كمان حاجة مهمة جدا اللي هي مقدمة وختام الطرح. الطرح ده بيتقال بعد الإنجيل، يعني بعد ما بنقول المزمور بلحن كئبرتو، وبعد كده بنقرأ الإنجيل باللغة القبطية، بعد كده بنفسر المزمور والإنجيل بالعربي، بعد ما بنقول المزمور والإنجيل بالعربي بنقول حاجة اسمها الطرح. الطرح ده معناه تفسير أو شرح. شرح لإيه بقى؟ شرح للكلام اللي جه في الإنجيل، الجزء اللي جه وقرناه في الإنجيل في الساعة اللي إحنا فيها بيتحط عليها الطرح. وتقريبا الطرح ده متاخد من بعض عظات الآباء القديسين الأولين، وبتتحط كتفسير بعد إيه؟ الكتاب المقدس، الجزء اللي اتقرأ في الساعة اللي احنا فيها. الطرح ده ليه مقدمة وختام. الختام ثابت والمقدمة ثابتة، ولكن فيها جزء بيتغير حسب السواعي النهارية والسواعي الليلية. زي ما قلنا إن أسبوع الآلام في 5 سواعي نهارية و5 سواعي ليلية. طيب خلينا نشوف المقدمة بتاعة الطرح. بتقول خينفران خينفران ان تترياس باسم الثالوث ان اومو اوسيوس المساوي افيوت نمبشيري الاب والابن نمب بنظمة اس اواب والروح القدس. سهل خالص، اول ما تسمعوها تفتكروه، بس احنا هنظبطه مع بعض. أول طبعا المقدمة والختام كلها بتمشي بنظام المرابعة ما بين الخورس البحري والخورس الإبلي، أو ما بين أبونا الأب الكاهن وما بين الخورس والشعب، أو ما بين الأب الأسقف والخورس والشعب. فيبدأ الخورس البحري إن فران انت اي 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 اترياس. يجزأها، لو حفظنا النغمة الأولانية هتتكرر في الباقي. هقول تاني خير إن فران انت ياي خير إن فران انت ياي اي 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 اتري اياس. هزة وبنطق اياس على بعضها، نقولها مع بعض خير ان فران انت ياي اي 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 يردوا عليه بقى ان اوموسيوس ان اومو بنفس النغمة ان اومو او 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 او
يعتبر نغمة الطرح، مقدمة وختام الطرح، من أكتر النغمات الحزينة في أسبوع الآلام. يعني تفوق كل الألحان في تأثير الحزن في نغمتها، في نغمة مقدمة وختام الطرح. خير إن فران انت ياي اي 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 ترياس انه هقولها تاني آخر مرة دي. إنه وبعدين التالتة، الربع التالت بيبقى فيه اختلاف شوية، بيبقى أعلى شوية. بنقولها إزاي؟ افيوتني، شوف افيوتني مبشيري تاني افيوتني، يعني هزتين وهزة وبنطة. افيوتني كأنها سلم عشان أعلى. افيوتني مبشيري كم مرة. افيوتني مبشيري. وبعدين برجع تاني لنفس النغمة الأولانية، أختم بيها الجزء الأولاني. إن بي ابن ما أي 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 بس في اختلاف في الحتة دي، ان انا بختم الايه الجزء ده، يعني اخر واحد بيبقى الكلمة الاخيرة فيها ايه ختام كده، اسمعها وخد بالك منها. ام بي ابن ما اي 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 خلاص. طب هقولها مرة كلها على بعضها، خد بالك منها. خي نفران انت ياي اي 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 اتري ايهاس انو اومو
ناخد بالنا عشان في ناس كتير لما بتيجي تقولها بتنسى الختام ده. وبعد كده بقى في ساعات النهار في السواعي النهارية بنقول الجزء ده، وفي السواعي الليلية هنقول الجزء الثاني. يعني المقدمة بتنقسم إلى جزئين، جزء ثابت اللي هو اللي احنا قلناه في الأول ده، دي المقدمة قبل ما نقرأ الطرح، وبعد كده في تكملة ليها. التكملة دي بتختلف حسب سواعي النهار وحسب سواعي الليل. لو في سواعي النهار بنقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، بي أو أين طائف مي فيت إر أو أيني إي رومي مي فين اسنيو ابي كوزموس. بنفس الهزة طبعا، نفس الكلام بالظبط، نفس اللحن. هقولها تاني، بي او اينن طائف مي بي بقت سهلة بقى خلاص. في ايات اي 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 ار او او ايني اي رومي اي ايني ايفن. برضو نفس العلو هنا. ايه هقولها تاني معلش. في ايات اي 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 ار او او ايني بعدين العالية. ايه شوف ايه رومي اي اي اني ايفن. تاني العالية دي ايه رومي اي اني ايفن. بين آخر واحدة ايه نيو اي 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 كوزموس. بختم بعدها على طول لو احنا في ساعات النهار الاب الكاهن او اي حد يطلع يقرا الايه الطرح. طيب لو احنا في يوم الجمعه العظيمه هنختار مقدمه الطرح بتاعت ساعات النهار ولا بتاعت ساعات الليل؟ أكيد هنختار بتاعت ساعات النهار، لأننا في خلال الجمعة العظيمة بنبدأ من أول باكر وتالتة وستة وتسعة وحادية عشر، بس بنزود عليها كمان في الجمعة العظيمة ساعة ستة اللي هي الثانية عشر. يبقى إحنا كده خدنا مقدمة الطرح في ساعات النهار. طيب لو في بالليل بقى، في سواعي البسخة بالليل، في ساعات الليل، فبنفتكر بقى أمنا العذراء: السلام لك يا مريم الحمام الحسن التي ولدت لنا الله الكلمة. وكأننا بنشارك أمنا العذراء بالليل في وقت الليل في ألمها وحزنها على ابنها السيد المسيح. فنقول إيه بقى؟ نفس اللحن، مفيش فيه أي اختلاف، مجرد إيه؟ تركيب كلام بس. شيريني ماريا اللي هو نفس
كلمات مرد الابراكسيس العادي اللي احنا عارفينه. شيري ني ماريا تتشيروم بي اثني سوس في اي تصمي سينان ام في نوتي بلوس. شيري شوف تشرم بي اي 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 اثنى اسوس. لما تسمع الحصة ممكن تاخد سكرين شوت من الهزات تخليها معاك على الموبايل عشان وقت اسبوع الالام، ممكن لما يجي وقت مقدمة وختام الطرح تقرا من الهزات بتاعة الايه اللحن. تشرم بي اي 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 اثناسوس. وبعدين الحتة العالية سي اطاسمي، شوف سي اطاسمي تاني سي اطاسمي اي اي سي اي نون مفنوتي بيي. نقولها تاني الحتة دي ام اف نوتي باي اي 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 يبقى دي كده مقدمة الطرح في السواعي النهارية والسواعي الليلية. بعد كده بتقري الطرح، وبعد ما يخلص الطرح الختام، والختام هنا ثابت في السواعي النهارية والسواعي الليلية ما بيتغيرش. يبقى المقدمة عندنا متجزأ لاثنين، جزء ثابت ما بيتغيرش وجزء بيتغير حسب سواعي النهار وسواعي الليل. لو سواعي النهار هنقول أيها النور الحقيقي، ولو سواعي الليل هتبقى السلام لك يا مريم اللي هي شيريني موري. وبعد كده يتقري الطرح، وبعد ما نقرأ الطرح بنقول الختام، والختام ثابت في السواعي النهارية والليلية. بخريستوس باي اي 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 ان صوتير. طبعا سهل خالص الختام، انتوا عارفين الكلمات بتاعته. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. وهو حتى الطرح لما بيتقري في الختام بتاعه في العربي بيتكتب الجملة ديت في الآخر، اللي بيقرأ الطرح بيقولها بالعربي، وبعد كده احنا بنقول اللحن. طبعا أنا بمشي معاكم فيها لأن الهزات متكررة مفيش فيها أي جديد، ده مجرد إن أنت بتركب الكلمات بالتركيب اللي هو بالتسليم، يعني مش أي حد يرقي، يعني مش تركب أي حاجة بمزاجك، ركب حسب الهزات اللي مكتوبة دي. فأنت ممكن تحتفظ بالهزات معاك على الموبايل بحيث إن أنت تمشي على نفس الترتيب ده. بخريستوس باي اي 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 ان صوتي افئي افشاي. بص البداية افئي افئي افشاي اي 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 ابا ام قاف.
ني. نقولها تاني، هي ناخني العالية بقى، هي ناخني ايه ايه فيم كوف. وآخر حتة انت في صوتي اوعى تنسى الختام بتاع الجزء الأخير، بعد كده فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمك عظيم رحمته، اللي هي مارن تي او اوناف تيني تشي سي ام بفران جي اف ار او نايني مان كاتا بف نشتي الناي. مارن تي او 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 ولا تاني، مارن تي او 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 شوف البداية، تنتشيسي اي، خد بالك ان هو الكلام كتير، تنتشيسي اي اي ام بفران العالية جي اف ار اونا. هنا ما فيهاش هزات خالص عشان الكلام كتير، جي اف ار اونا ايني ايمان. هنا تاني، جي اف ار اونا عيني إيمان. وآخر حاجة خالص، قطا أبف ناي أي 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 أشتي الناي. أقول آخر مرة قطا، شوف البداية، قطا أبفني أي 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 أشتي الناي. وساعات بعد ما بيخلصوا الجزء بتاع الختام ده بيقولوه بالعربي، المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآلامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. يعني ممكن تتقال تتفسر، ولكنها هي اوريدي بتبقى بتتقري بالعربي في نهاية الطرح. اهم حاجة نركز على اللي احنا خدناه النهاردة، طبعا هيبقى كتير قوي لو رجعت لكم كله، ان شاء الله نسجله على بعضه وابعته لكم ان شاء الله. يا ريت نحفظ، واللي حفظ يبعت لي على الخاص اسمع منكم ان انتوا حفظتوا ولا لا. شكرا، واشوفكم الحصه الجايه.